حضرتك معلش بتدعم قطاع الكهرباء والاستغلال المنزلي بقد ايه؟ انا بقول الدعم بشكل هو معظم الدعم رايح للقطاع المنزلي. انا بقول لحضرتك في الخمس سنوات لغايه اللي ابتدت نهايتها العام الخامس 24 25 العام الجاي 24 25 الدوله راصده دعم يصل الى 76 مليار جنيه في الخمس سنوات دول. تصور طبعا هو في الاول بيبقى دعم اكبر وبعدين بيقل مع الزمن، ولغايه ما في الحاله دي هيبقى بعد كده بنشيل الدعم عن موازنه الدوله، مش بعد كده بنشيل دعم على الناس، لا لا زال السلكات القليله بتاخد جزء من الدعم. وعلى فكره انا ناشر لكل الناس واعطيتها للاخوه الاعلاميين والصحفيين اللي كانوا حاضرين، ما كانش طبعا في مؤتمر عاملينه في المره دي عشان حكايه الكورونا وخلافه، لكن كنا ماشيين هذا الكلام ومحددين لغايه 50 كيلو وات الدوله بتدفع قد ايه وهو بيدفع قد ايه. طبعا وهيبقى حتى لما نصل لسنه 24 25 هتبقى في بعض الفئات مدعومه، بس الدعم بقى مش عن طريق الدوله وانما الدعم عن طريق كثيفي مستخدمي الاستهلاك بيدفع تكلفه اعلى شويه عشان اللي بناخده دوت بنقدر ندعم بيه اللي هو قليلي الاحتياج للطاقه الكهربائيه.